طبعا احنا الحمد لله رب العالمين حتى الان اقل تاثيرا، الحمد لله حتى الان. نتمنى انه هذا الوضع في مصر يستمر ان شاء الله باذن الله ويعدي على خير. كلنا محتاجين نرجع حياتنا الطبيعيه بشكل عادي جدا، سواء اذا كنا بنخرج او بنروح او بنيجي. كلنا محتاجين ان تعود مره اخرى الصلوات في المساجد والكنائس، كلنا اكيد محتاجين بكل تاكيد لده. لكن ده مش هيحصل الا بالتزامنا. ده مش هيحصل الا لو كل واحد فينا تحمل مسؤوليته. زي ما احنا دايما طول الوقت بنقول الدوله بتتحمل مسؤوليتها والحكومه بتتحمل مسؤوليتها، المواطن كمان محتاج يتحمل مسؤوليته. ومسؤوليتك زي ما احنا بنكرر مع حضراتكم دايما، وارجوكم ما تزهقوش مننا لان احنا بنكلمكم وبنكلم كمان نفسنا. التزامنا هو ده اللي هيكون حائط الصد، هو ده اللي مش هيخلي هذا الوباء يتنقل من شخص لشخص. هو ده لو احنا ظبطنا شويه سلوكيات بس بسيطه، بسيطه جدا وصغيره جدا، هنقدر ان احنا نكون دواء لحد ما العالم يكتشف دواء والدواء يجي لنا. يعني اكيد ان شاء الله باذن الله ده هيحصل في وقت من الاوقات، انه الناس كلها شغاله على ابحاث وتجارب للادويه طبعا، وانا مش طبيبه فمش هتكلم في الموضوع ده، وهسيب ده لاهل العلم واهل الاختصاص. لكن خلينا نقول انه في تجارب في العالم، لكن لحد دلوقتي هل في علاج يخليني او يخلي اي حد مش عرضه للاصابه او عرضه للعدوى بهذا الوباء؟ الإجابة لحد دلوقتي بتقول لا. وبالتالي أنا هكون دواء نفسي. أنا هكون دواء نفسي. موضوع بسيط قوي، إزاي أنا أكون دواء نفسي؟ إن أحمي نفسي. ناس كتير بتقول يا جماعة دعوات إن إحنا خليك في بيتك وخليك ملتزم، وإحنا طبعًا مع حضراتكم بنقول لك خليك في بيتك وخليك ملتزم. بنقول لك خليك في بيتك وانزل من بيتك عند الضرورة بس. كتر التجمعات او كتر الاحتكاكات الناس ببعضها او التهاون في بعض الاحيان او الاستهتار في بعض الاحيان، هو ده اللي لا قدر الله ممكن يوصلنا لمرحله اكيد مش هتكون يعني او مش هنكون راضيين عنها. قلوبنا كلنا لما بنشوف اللي بيحصل بره في دول كتير حوالينا في العالم كله، العالم اللي بقى محبوس في بيته على فكره. العالم في دول بقت محبوسة في بيتها، لا تكلمني بقى على شغل ولا تكلمني على ظروف اقتصادية ولا تكلمني على سلع تموينية ولا تكلمني على مستلزمات طبية ولا أي حاجة. في دول ربنا ينجيهم وصلوا لهذه المرحلة إن هو يعني خلاص ما تكلمش الدول دي على أي حاجة. وصلوا لمرحلة بكل أسف إنه لا المستشفيات قادرة تستوعب عدد الإصابات عشان تقدر تأدي خدمة طبية جيدة، وده موجود وأكيد أنتوا بتتفرجوا على كل مكان في العالم دلوقتي بيحصل فيه إيه. والمؤلم والأكثر حزناً إن ولا حتى المقابر قادرة تستوعب أعداد الضحايا. هنتعامل ازاي مع اللي بيحصل ده؟ هنتعامل معاه بحاجه بسيطه جدا، ان احنا نخاف على نفسنا. خاف على نفسك، ما فيهاش اي حاجه خالص. ربنا سبحانه وتعالى وصانا على نفسنا ان احنا ناخد بالنا من نفسنا، نخاف على نفسنا ونخاف على بعض. هذا الاختبار اللي احنا هنعدي بيه ان احنا نحمي بعض، نساعد بعض. يعني مثلا على سبيل المثال ان انا لو في مكان وواقف مثلا هشتري حاجه او رايح اصرف فلوس، في ناس عملت ده ان هم بينظموا نفسهم طابور، بس في ناس كمان ما بتعملش ده. شو بقول لكم ابسط الامور، ان هتلاقي ناس كده تبتدي تتطوع يا جماعه نقف طابور ونبعد مسافات عن بعض. في ناس بتعمل ده بابسط الامكانيات. انا يعني انا ما بنتكلمش على امكانيات فظيعه، ولكن ده ناس بتعمله، وفي ناس تانية ما بتعملش ده خالص وكانهم مش خايفين. انا بقول لك لا، خاف على نفسك. احنا بننزل من بيوتنا للضروره، الضروره دي شغل، الضروره دي رايح اشتري طلبات البيت، الضروره دي رايحه السوق، الضروره دي نازل اجيب حاجه من الصيدليه وراجع، الضروره دي ان انا رايح اسحب فلوس، ايا ما كانت الضروره اللي انت بتشوفها، غير الضروره ان الناس تلعب كوره او تعمل تجمع، دي اكيد مش ضروره. او ان انا مثلا
الناس اللي جت اول طلعت اول يومين كده مع اول اجازه طلعوا على البحر. طب هو ده للضروره؟ يعني انت لو مش خايف على نفسك وترهق بقى بلد ومؤسسه ونفضل طول النهار ننادي، هل ده للضروره؟ هل ده الضروره؟ احنا في امتحان للانسانيه، وامتحان بسيط جدا، لان احنا رغم كل اللي بنعاني منه لحد دلوقتي مطلوب حاجه واحده بس، شيء بسيط جدا، انك تحمي نفسك وتحمي غيرك، انك تقعد في البيت تقفل عليك بابك اي ما كانت بقى الاسره يعني عددها قد ايه، ما يدخلش حد من بره هذا العدد، انا بتكلم اب ام ولاد. مش عايزين نستهون بهذا الاختبار، الاستهوان بهذا الاختبار بيخلي قعدة البيت تطول. يعني أنا بستغرب جدا إن أنت ممكن تكون مش خايف على نفسك، وقلنا الناس اللي هي دايما بنلاقي عبارات الناس بتتكلم عن أكل العيش وعن الرزق، طبعا إحنا مقدرين ده جدا جدا، ما فيش حد بينزل من بيته من أجل الرفاهية، الناس كلها بتسعى على أكل عيشها، لكن أنا علشان أقدر أواظب على شغلي محتاج صحتي. يعني لا قدر الله لو انا داخله من المدينه الصبح وحرارتي عاليه هيقولوا لي روح اقعدي في بيتكم، مش هاجي الشغل، بمنتهى البساطه. على فكره بقوله لكم ده واقع، مش يعني اي حد فينا انا او زمايلي، لا قدر الله لو اي حد عنده بس ارتفاع في درجه الحراره بيتقال له ارجع على بيتك والتزم بفتره العزل الصحي اللي هي ال 14 يوم. مش عايزين نوصل زي ما احنا بنشوف في العالم بره في مستشفيات ما بيلاقوش جهاز تنفس صناعي وبيقعدوا بقى، مشهد مؤلم انك تلاقيه مختار بيختار مين هيديله الجهاز ومين مش هيديهوله لانه ما عندوش العدد اللي يكفي. واحنا تاني بنرجع نكرر ونقول انا عارفة حجم وعظمة مصر، لكن احنا بنتكلم على دول كبرى، اقتصاد كبير، منظمات الصحة عندها أو منظومة الصحة عندها يعني كانت تصنيفها كانت هي الأقوى في العالم، هي الأقوى في العالم، وبالتالي وصلوا لمرحلة الاختيار مين هياخد السرير إذا وجد. دي طبعا بكل أسف اللي حضراتكم بتشوفوه معانا دلوقتي على الهوا، دي مشاهد التوابيت في اللي بتحمل جسامين ضحايا هذا الوباء اللي في انتظار المحرقة. طبعا أنا مش يعني مش هدخل في الطريقة، ولكن بصوا دي المقابر كمان، ده لو حد هيدفن المقابر، طبعا عدد كبير جدا بقول لكم، وصلنا لمرحلة إنه المقابر مفيش لا تسع، حتى المقابر ضاقت انها يعني تستوعب عدد الناس. ربنا يرحمهم يا رب، ربنا يرحمهم، ولكن انا عايزه اقول لكم انه المشاهد اللي احنا بنشوفها حوالينا في العالم مرعبه. مرعبه. طب ايه اللي حصل خلاهم يوصلوا للمرحله دي؟ ما احنا لازم نتعلم من اللي سبقونا، نتعلم من اللي سبقونا انه كان في عدم التزام في هذه الدول في بداية ظهور الإصابات، وهم نفسهم بيقولوا هذا الكلام ده، ومنظمة الصحة العالمية بتقول الكلام ده، يعني مش أنا اللي بقول الكلام ده. طلبات بسيطة تخلينا نعدي الأزمة على خير، بإن احنا دي رسالتنا لحضراتكم، احنا عايزين نبقى ايدينا ايد واحدة، نبقى خايفين على بعض، يبقى ظهرنا في ظهر بعض. كل ده طبعا ما بيحصلش بالاماني ولا بالاحلام ولا بمجرد الكلام، احنا عشان الازمه دي تعدي لازم نعمل اللي علينا. ما حدش يقول يلا نفسي او يلا مصلحتي او خليها على الله بقى، ما احنا طبعا اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، ان ما حدش يستغل اللي احنا فيه وينشر اشاعه ما بين الناس. امسك لسانك، ودي من وصايا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في الأزمات، قال لك امسك لسانك والزم دارك، امسك لسانك عشان ما تكونش شخص
ممكن عن طريقك يتنقل كلام او بيانات او معلومات غلط، والزم دارك. لو احنا مش عايزين الازمه دي تفضل مستمره، انا دلوقتي بتكلم عننا كمصريين، هل نقدر نعدي هذا الاختبار من الطريق السهل؟ اه نقدر. ولا هنختار الطريق الصعب اللي كله لا قدر الله موت او دمار؟ اما ان احنا تاني هكرر، اما ان احنا نكون داء او دواء، علينا الاختيار. احنا شعب طول عمرنا عنده وعي وبيقدر المسؤوليه، ولما بنحس ان في لا قدر الله ازمه بنقف وقفه رجاله. لكن احنا مش عايزين نشوف مجموعه مننا كمصريين ان هم يكونوا سبب في اذيه نفسهم واذيه غيرهم. يا ريتك انت بتاذي نفسك بس. ليه احنا مالين الشوارع كاننا مش عارفين مصلحتنا، كاننا متعمدين ان احنا نضر نفسنا ونضر اسرنا، وبالتالي اكيد هنضر بلدنا. الحركه اللي ملهاش لازمه. الدوله عملت اللي عليها، امنت الناس اقتصاديا بقرارات واضحه جدا وصريحه من الرئيس ذات نفسه. الناس كمان بتدعم هذه القرارات من بدايه ما القرارات دي صدرت، من اول العامل البسيط اللي بيشتغل باليوميه ولحد اصحاب الشركات والمصانع ورجال الاعمال. دي مكونات الفئه اللي بتشتغل وبتشيل اقتصاد البلد. الاثنين ليهم نفس الاهميه عند رئيس الجمهوريه، يعني ما انتبهش لصاحب المصنع او بس رجل الاعمال، لكن كمان فكر في العامل البسيط. الاثنين زي بعض، الاثنين مهم ان احنا ندعمهم، لانه صاحب المؤسسه عنده عمال بيشتغلوا، وبالتالي منظومه مع بعض. اختار بقى، كل يوم هنكرر نفس الكلام، اما انك تكون داء او دواء.